وللمزيد من المتابعة والتعليق إذن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من بكين نادر رونغ الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك. أهلا أهلا بكم. ونحن نتحدث عن العلاقات الصينية الأمريكية. سؤال دائما ما يطرح نفسه، هل الاقتصاد سيكون السبب في الخلافات والمزيد من الخلافات، أم ربما الاقتصاد يكون سبب في التقارب؟ أهلا ومرحبا بكم. كلنا نعلم أن العلاقات التجارية بين الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة هو في الجبهة الأمامية من العلاقات الصينية الأمريكية، فهي يعني تحسين هذه العلاقات يمكن أن يؤدي إلى التحسين أو الاستقرار للعلاقات العامة بين البلدين. فهناك تبادلات كبيرة وتعاون كبير بين الصين والولايات المتحدة في مجال الاقتصاد والتجارة. يعني البحث عن حل سبل حل هذه الاحتكاكات والخلافات في مجال التجارة والاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى يعني استقرار العلاقات الصينية الأمريكية بشكل عام. نعم، لكن سيد نادر اسمح لي، يعني الاقتصاد والأمور التجارية كانت من ضمن الأسباب الرئيسية لهذه الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ما نقطة الفصل التي تحول هذا الأمر لأن تكون هذه هي نقطة التلاقي فيما بينهما؟ نعم، رأينا منذ تقريبا 5 سنوات كانت الولايات المتحدة أن تستخدم هذه العلاقات التجارية والاقتصادية الحرب التجارية مع الصين كأداة لاحتواء تطور الصين، ولأن الولايات المتحدة تعتبر الصين أكبر تحديا جيوسياسيا له، فدائما تستخدم العلاقة التجارية أو الحرب التجارية كأداة لاحتواء الصين. ولكن بعد التجارب هذه رأت الولايات المتحدة وكذلك الشركات الأمريكية فالمحاولات الاحتواء الصين من هذا الجانب كان فاشل، والحرب التجارية والتكنولوجية كذلك تدر بمصالح الشركات الأمريكية، فهو لا توجد فائز في هذه الحرب التجارية. فلذلك هناك الأصوات يعني تدعو إلى الاستقرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك الصين تتمسك بموقف التوسيع والانفتاح أمام العالم الخارجي، وتأمل من الجانب الأمريكي عدم تسييس الأمور التجارية. وهذا هو السؤال التالي، إذن لماذا تحذير رئيس الوزراء الصيني للمسؤولين الأمريكيين من أن السعي لتسييس القضايا التجارية سيكون كارثيا بالنسبة للاقتصاد العالمي، إن كان الأمر أصبح هناك توافق بين السياستين الأمريكية والصينية؟ إذن لماذا هذا التصريح؟ لأن ما زالت الإدارة الأمريكية لم تخفف أو ما زالت تستخدم العلاقات التجارية كأداة لاحتواء الصين، وهناك القيود على الاستثمارات الأمريكية أو يعني في الصين، وكذلك هناك القيود من الجانب الأمريكي من الإدارة الأمريكية على الشركات الصينية. فلذلك هنا دعوات الصين هو لرفع هذا القيود، وكذلك يعني أكد الصين مرارا وتكرارا أن طبيعة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين والتبادل التجاري هو أصلا ذات منفعة المتبادل وفوز المشتركة وتخدم الجانبين. فلذلك الصين تأمل من الولايات المتحدة السير في نفس الاتجاه مع الصين يعني حفاظ والدفاع عن التجارة الحرة ويعني احترام التزام بمبادئ وقواعد الاقتصاد السوق وعدم ترك أي أضرار على سلاسل التوريد العالمية بسبب يعني الخلافات بين البلدين. فالتعاون بين الصين والولايات المتحدة لا يسوب لصالح البلدين فحسب، بل يسوب لصالح العالم كله.
نعم، العالم كله يعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية، كيف هي الحالة الاقتصادية الصينية الداخلية، وخاصة عندما نجد أن هناك خبر على سبيل المثال الحصر أن سوق العقارات الصينية المعتمدة على الديون يواجه تحديات متفاقمة، وذلك نظرا للسرعة التي تفكك بها القطاع مع زيادة عدد المطورين الذين يشارفون على التعثر، ماذا يعني هذا الأمر؟ نعم، بسبب التباعد والنمو العالمي وهناك أيضا تأثير على الاقتصاد الصيني وخاصة في المجال العقارات، ويمكن أن نرى في الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات والسياسات التفضيلية لدعم قطاع العقارات ولتحفيز المستهلكين على الشراء والشقق، وكل ذلك تحديث وكذلك تخفيف القيود وتسهيل الإجراءات لبيع العقارات في الصين، وكل ذلك من أجل يعني انتعاش في هذا القطاع وكذلك يعني تدفع التطور السليم في هذا القطاع. نعم، عبر سكايب من بكين نادر رونغ الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، جزيل الشكر.